السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة لاب 3 سيل ديفيجن الميوزس. المرة اللي فاتت خدنا الميتوزي واللي قبلها خدنا الموديل اورجانيزم. النهاردة اللاب التالت او السكشن التالت هناخد فيه الميوزي. هكون معاكم هلا زولي مدرس مساعد في قسم الوراثة. يلا بينا اتعودنا مع بعض خلاص ان اهم شريحة بعد التعريفية شريحة الاوتلاينز اللي بيبقى فيها الخطوط العريضة اللي لازم نخرج بيها من السكشن. السكشن النهاردة لازم نبقى خارجين عارفين ايه هو الميوزي، ايه هي الفانكشن والميكانيزم بتاعته، وبعدين الفيزز بتاعته اللي متقسمة لميوزي 1 وميوزي 2. الميوزي فانكشن، الميوزي هو عبارة عن انقسام للخلايا، بس انقسام المراضي مش متساوي زي بتاع الميتوزي، لا ده انقسام اختزالي، يعني بيختزل عدد الكروموزومات للنصف، وده بيحصل في الخلايا الجنسية بهدف التكاثر، بهدف انتاج الجوميطات اللي هتشارك في التكاثر الجنسي. على سبيل المثال الكائنات الثديية هي محتاجة تكون جميط، الجميطة محتوية على نصف عدد الكروموزومات علشان لما تلتقي مع الجميطة الاخرى من النوع الاخر يتكون الزيجوت النورمال الطبيعي بدون اي مشاكل فيه. واذا حصل حاجة عكس كده معناها ان الكائن اللي هيطلع هيبقى فيه ديفكت، اي مرض وراثي، اي خلل وراثي، واتفر الحاجات اللي ما شاء الله انتوا عارفينها او لسه هتعرفوها في النظري. يبقى وظيفة الميوزي هي عبارة عن ايه؟ انتاج الجميطات المسؤولة عن التكاثر الجنسي، علشان كده بيسمى الريدكشن ديفيجن، الانقسام الاختزالي، لانه بينتج عنه. لو احنا بنتكلم على كائنات ثديائية مثلا لمنها الانسان، لو حصل انقسام ميوزي في الخلايا الجنسية بتاعته هينتج جميطة فيها نص عدد الكروموزومات. طب يا ترى عدد كروموزومات الانسان كام؟ فكر ثواني تكسب سوداني. يبقى عدد كروموزومات الانسان زي ما انت ايوه شاطر لقطها اهو، بما ان الجميطه فيها 23 يبقى العدد الكلي للجميطات كام؟ الكروموزومات كام؟ ايوه كده 46. يبقى العدد الكامل للكروموزومات في خلايا الانسان 46، لكن الجميطه اللي بتنتج من الانسان لازم يكون فيها النص، يعني فيها كام؟ 23، عشان لما تندمج مع 23 اخرى يبقى في الاخر المحصلة 46 البني ادم الطبيعي، صح كده؟ يبقى الميوزي هو وظيفته ايه؟ انه بينتج لنا الجميطات، وكمان الجميطات دي بيبقى فيها اشكال جديدة. عن طريق ايه الاشكال الجديدة دي؟ حصل ايه عشان يدينا صفات جديدة؟ يعني هل انا مثلا طلع طبق الاصل من مامتي او طبق الاصل من بابايا؟ لا، ما الجميط حصل فيها تبادل الجينات ما بين النانسيستر كروماتيدز. الكلام انت بتقوليه ده هقول لك والله واحدة واحدة كده، نمشي لجوه وهتعرف بالتفصيل، ولكن بداية كده تبقى عارف ان الميوزي مسؤول، او حصول او حدوث الميوزي مسؤول عن ظهور اتحادات وراثية جديدة، ظهور جينات جديدة، ظهور تجميعة جديدة من الصفات. ليه؟ نتيجة حدوث عمليتين اساسيتين هما الكروسنج اوفر اللي هو العبور الوراثي، والاندبندنت سيجريجيشن اوف كروموزومز يعني الانفصال الغير مرتبط للكروموزومات، يعني الكروموزومات بتنفصل وتروح في الجميطات بصورة حرة، مش مثلا مش عليها الجين الفلاني مرتبط بالجين الفلاني فيتنقلوا مرة واحدة مع بعض، لا ده بيحصل انتقال حر للمادة الوراثية، مفيش حاجة ربطها. لو في ارتباط ده هيبقى له تأثير اخر على الصفات اللي طالعة على الكائنات دي، وهيبقى موضوع سيكشن في الاخر ان شاء الله. تمام، يعني في النهاية بننتهي من 2N mother cell لأربع خلايا في النهاية خالص، كل واحدة فيهم ايه؟ N واحدة. الميكانيزم بتاعة الميوزي، الميوزي بيحصل ازاي؟ الميوزي بيحصل عن طريق انه الخلايا الجنسية بعد ما بيتكون فيها يعني الخلايا الجنسية عشان تبتدي تكون الجميتس، بيحصل فيها ان المادة الوراثية زي ما قلنا بتجهز للانقسام، يعني الانترفيس ده حاجة اساسية ثابتة معنا، اللي المفروض اللي انت كنت عارف هو بيحصل فيه ايه من الميتوزي، صح؟ مش احنا قلنا قبل الانقسام الميتوزي او قبل انقسام اي خلية بيحصل دور غير انقسامي بتجهز فيه الخلية للانقسام اللي هو الانترفيس. تمام، يبقى قبل الميوزي بيحصل انترفيس برضو بتجهز الخلايا للانقسام، بتضاعف المادة الوراثية، بتجهز الادوات بتاعتها، وبالتالي بداية من الميوزي بيحصل بقى ايه؟ ان كل هومولوجس يقربوا من بعض. يعني ايه كل هومولوجس يقربوا من بعض؟ مش انت عارف ان الكروموزومات وعلى سبيل المثال بتاعت الانسان مترتبة تبعا ليه
صفات معينة طبعا لطولها، طبعا لمكان السنترومير، طبعا للبندات اللي عليها اللي هي الجينات. وعرفنا ان الكروموزومات بتكون في صورة ازواج، صح كده؟ كل زوج بيبقى شبه بعضه في كل حاجة، الطول ووضع السنترومير ومكان الحزم والجينات والصبغات والكلام ده. ده كلام قديم. يعني ايه؟ يعني المفروض ان كل الكروموزومات اللي في الدنيا جوه اي كائن في الدنيا ما بتكون في صورة ازواج، هومولوكس، بنقول عليهم هومولوكس. يعني ايه؟ يعني 46 مش كل واحد فيهم مختلف عن التاني، لا، 46 مقسومين 23 قد 23. يعني في 23 فرد كروموسوم شبيه ليهم 23 بالظبط، عشان في الاخر يبقى عندي 46 كروموسوم. تمام؟ يعني 23 زوج كروموسومي. الهومولوكس زي ما قلت لك بيبقوا شبه بعض تماما. طب بيجوا منين الهومولوكس دول؟ بما انه التزاوج جوه نفس السبيش، جوه نفس النوع، فعلى سبيل المثال الماتيرنال كروموسوم رقم 7 والباترنال كروموسوم رقم 7. يعني ايه؟ يعني الخلايا الجنسيه بتاعتنا مفروض فيها كل الكروموسومات بتاعه بابايا وبتاعه مامتي اللي انا خدتهم منهم، صح كده؟ يبقى كل كروموزوم شبيه للاخر يروح يترتب ويقف طابور جنب اخوه. يلا بقى، يلا نقف طابور كلنا جنب بعض. طب هنقف طابور ازاي؟ زي طابور المدرسه ده، فاكرينه؟ كانوا بيختاروا كل اتنين قد بعض في الطول ويوقفوهم من القصير للطويل، فاكرين الكلام ده؟ حصل معاكوا؟ وانا حصل معايا. المهم، وكنت كل مرة بقف قدام سبحان الله عشان قصيرة. يبقى انا مش عارفة، سرحت وتخيلت نفسي في السكشن، ما علينا. يبقى الكروموزومات اول نقطة بتروح تقف جنب بعضها، كل كروموسوم شبيه لاخوه بيترص جنب بعضه. ليه؟ تمهيدا لحصول او لحدوث النقطة اللي بعدها اللي هي الجيناتيك كروسنج اوفر، اللي هو العبور الوراثي بيحصل ما بين النون سيستر كروماتيتس. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ والله سيكا وهتفهم. حاضر. طيب النقطة الثالثة، ان الكروموسوم بيبتدي بعد ما حصل الكروسنج اوفر، خلاص بقى حصل الاستبدال ما بين المواد الوراثية، يبتدي يبعد عن بعضه علشان يحصل الانقسام. يبقى الكروموسومين بعدوا عن بعض، يليهم انفصال كروماتيدي، ان الكروماتيدات كمان تبعد عن بعض، وفي الاخر بننتهي باربع خلايا في كل واحدة، في كل واحدة ان. يعني ايه اللي بتقولي ده؟ تعال نشوف الرسمة اللي جاية وهنفهم اكتر مع بعض كده. الرسمة من الشمال لليمين عشان نفهم اكتر. معانا اتنين كروموزوم هم، واحد اخضر واحد ازرق، هيدخلوا في الاس فيز هيتضاعفوا. الاخضر هيبقى اتنين سيستر كروماتيتس، والازرق هيبقى اتنين سيستر كروماتيتس، ودول اللي بطلق عليهم السيستر كروماتيتس. لكن لو بقول او لو بشاور على واحدة خضراء وواحدة زرقاء، يبقى دول تو نون سيستر كروماتيتس. ليه نون؟ لان كل واحدة فيهم راجعة الكروموزوم ايه؟ مختلف. هم اي نعم الكروموزومين هومولوكس، ولكن كروموزوم قائم بذاته منفصل عن التاني، يعني مش نسخة طبق الاصل. هومولوكس عليهم ليهم نفس الطول، ليهم نفس وضع السنترومير، ليهم نفس ترتيب الجينات، ولكن ممكن يختلفوا في الاليلات. واحد يشيل اليل ريسيسيف، واحد يشيل اليل دوميننت، واحد يشيل او الاثنين يشيلوا دوميننت، او الاثنين يشيلوا ريسيسيف، whatever. اختلاف تأثير الصفات بيجي من هنا، ان على الهومولوكس بيبقى فيه قليلات مالها قليلات مختلفة. تمام؟ تمام. يعني لما نشاور كده بالسهم على مكان انتقال المادة الوراثية والإكسكشينج اللي بيحصل، يبقى دي البروسيس بتاعة العبور الوراثي اللي بتحصل ما بين التو نون سيستر كروماتيتس. تمام؟ هتلاقي جزء من الكروموزوم من الكروماتيدة الخضراء رايح للكروماتيدة الزرقاء، وجزء من الكروماتيدة الزرقاء رايح للكروماتيدة الخضراء. طب حرف الاكس اللي نتج ده بنسميه ايه؟ بنسميه الكيازما. الله، يعني ايه كيازما؟ يعني الاثر السيتولوجي لحدوث العبور الوراثي. يعني ايه برضو؟ يعني ده الدليل اللي نتاكد بيه ان العبور الوراثي حصل ما بين التو نون سيستر كروماتيتس دول. يعني لو ما فيش حرف الاكس يبقى ما فيش عبور وراثي. ايه حصل؟ لما اجي اسالك في سؤال كده اقول لك الكروسنج اوفرز، كروسنج اوفر اوكيرز بتوين ذا تو سيستر كروماتيتس، ترو اور فولس؟ برافو، فولس، لانه بيحصل ما بين النون سيستر كروماتيتس مش السيستر كروماتيتس. تمام؟ طيب وات از ذا كيازما؟
psychological impact of crossing over process. يبقى هي الأثر السيتولوجي لحدوث العبور الوراثي. طيب بما ان الكروموزومين كده مرتبطين مع بعض يعني مكونين وحدة ثنائية مكونين bivalent، بعد كده يحصل لها ايه؟ يحصل لها انفصال كروموزومي، كل كروموزوم يبعد عن بعضه في الانافيز 1، وبالتالي هتلاقي ان الكروموزوم او الخلية في الحالة دي، الخلية في الحالة دي هيكون فيها عدد الكروموزومات اختزل للنص، نص عدد الكروموزومات فوق ونص عدد الكروموزومات تحت، وبنقول على الانفصال الكروموزومي ده انفصال اختزالي زي ما قلت لك، لانه بيختزل عدد الكروموزومات للنص. خلاص الهومولوجس بعدوا عن بعض، ما بقولوش يتعدوا مع بعض، بقى ده بيتعدى لوحده ده بيتعدى لوحده. يعني لما نيجي نعد، تخيل كده ان كل الكروموزومات مقسومه نصين في الخليه، الهومولوج الاولاني فوق والهومولوج التاني تحت، يبقى نصهم فوق ونصهم تحت، صح كده؟ اتقسم عددهم نصين، صح كده؟ فالانقسام الاولاني ده بنسميه انقسام اختزالي او غير متساوي. بعد كده بيحصل انقسام متساوي، ليه بقى؟ لان كل هومولوج بتنفصل الكروموتيدات بتاعته وتشتغل كانها ايه؟ كروموزوم قائم بذاته. يعني القطب اللي فوق ده كان فيه 23 كروموزوم، صح؟ لما ينفصلوا ل 23 كروماتيده و 23 كروماتيده، مش ده برضو انقسام متساوي؟ يبقى الانقسام الاخراني ده او الانقسام الثاني بيبقى انقسام متساوي. ليه؟ لانه بيحصل في الكروماتيدات، بيبقى انفصال كروماتيدي. النقط دي مهمه جدا انك تفهمها. الكروسنج اوفر ايه الاثر السيتولوجي بتاعه؟ الكيازما. الكروسنج اوفر بيحصل ازاي؟ اكسشينج ما بين النون سيستر كروماتيدز. طيب ازاي اصلا بيحصل الكروسنج اوفر؟ لما الكروموزومات الهومولوجس بتقرب من بعضها وبتكون البايفالنت الوحده الثنائيه. بعد ما بيحصل كروسنج اوفر بتتجه الخليه لانفصال كروموزومي، ان كل كروموزوم بينفصل عن شبيهه، وده انفصال ايه؟ اختزالي او انفصال غير متساوي، نون ريسيبروكال او ريدكتيف، تمام؟ طيب الانفصال رقم 2، انا عايز اكون بقى الجاميطات، عايز اكون 4 جاميطات مش جاميطه واحده، او مش جاميطتين. يعني انا ممكن الخليه كانت تودي كل كروموزوم في جميطه، لكن لا، هي عايزه تكون 4 جميطات، ميكانيزم خلقها ربنا كده عشان نزود عدد الجميطات. فبما ان كل كروموزوم عباره عن 2 كروماتيدز، يبقى كل كروماتيده تنفصل في جميطه او في خليه او في نواه لوحدها، وبالتالي يبقى عندنا 4 انويه او 4 جميطات كل واحده فيهم ان، وده بيسمى انفصال كروماتيدي او انفصال متساوي او انفصال غير اختزالي. تقول ريسيبروكال ديفيجن، تقول كروماتيديال ديفيجن، اي حاجه من الحاجات دي، تمام؟ نيجي للفيزز بتاعه الميوزي. هو مقسوم ميوزي اول وميوزي تاني. الميوزي الاول زي ما انت شايف من الشمال معايا كده بينقسم ليه، بيحصل انترفيز الاول، وبعد كده الكاريوكاينيزس، وبعد كده السيتوكاينيزس. انت فاهم طبعا وفاكر الكلام ده من السكشن اللي فات، ايه هو الكاريوكاينيزس وهو السيتوكاينيزس. الكاريوكاينيزس ده الانقسام النووي، ده اللي بيحصل في الماده الوراثيه نفسها. السيتوكاينيزس ده الانقسام الخلوي اللي بيحصل في الخليه بعد الانقسام النووي، تمام كده؟ طيب الكاريوكاينيزس قسم لي بروفيز 1، ميتافيز 1، انافيز 1، تيلوفيز 1، زيه زي الميتوزي العادي، ولكن مع اختلاف الاحداث اللي بتحصل جوه. هنا كمان في اضافه زياده، ان البروفيز 1 بينقسم لي ادوار اساسيه، وهي الليبتوتين، الزيجوتين، الدبلوتين، الدايكاينيزس، تمام؟ هنقول كل واحد فيهم بالتفصيل. نروح للميوزي 2، بيحصل فيه كاريوكاينيزس وسيتوكاينيزس، بس ما فيش هنا انترفيز لانه خلاص حصل الانترفيز في الاول وهو دور غير انقسامي، بيحصل فيه الاعداد للانقسام. الكاريوكاينيزس بينقسم لي 4 ادوار اساسيه من غير تفصيل المره دي بقى، بروفيز 2، ميتافيز 2، انافيز 2، تيلوفيز 2. يلا نروح نشوف كل واحد فيهم بالتفصيل بيحصل فيه ايه. الميوزي الاول زي ما قلنا انترفيز، بروفيز، ميتافيز، انافيز، تيلوفيز. يلا بينا تفصيلا. الميوزي الاول هناخد اول حاجه فيه اللي هي البروفيز 1، يعني التمهيدي الاول. فاكرين التمهيدي في الميتوزي كان بيحصل فيه ايه؟ ها، في الميتوزي مين فاكر؟
اربع سمات اساسيه، فاكرها؟ الغلاف النووي يبتدي يتلاشى، النواية تبتدي تتلاشى، بداية حلزنة الكروموزومات، بداية تكوين خيوط المغزل، فاكر الكلام ده؟ المرة دي بقى بتفصيل شوية، ده بيحصل حاجات زيادة لدرجة انها بقت دور منفصل عن الاخر جوه نفس الدور. يعني ايه؟ يعني البروفيز المرة دي مش دور واحد بيحصل فيه سمات وخلاص، لا، ده البروفيز المرة دي مقسوم لخمس ادوار اساسية. ايه هما؟ اول دور اسمه الليبتوتين، زي ما انت شايف كده هتلاقي اول صورة فوق على الشمال، الليبتوتين بيحصل فيه سمات اساسية، ان الكروموزومات بتبتدي تتحلزن وبتبقى مشهورة بكريات صغيرة كده بنسميها البيتس او الكرومومير، موجودة فين؟ موجودة في المادة الوراثية، بتقبل الصبغة بشدة وتظهر قوي كور كده واضحة، تمام؟ الزيجوتين او الدور الازدواجي، زي ما قلنا البروفيز 1 هو الدور التمهيدي الاول، بينقسم الى خمس ادوار. الليبتوتين هو الاولاني، اسمه الدور القلادي او العقدي، جاي من العقد او الـ زي العقد كده لما بيتكون من كريات صغيره. ليه؟ لانه لما بيتصبغ بيظهر كانه محبب كده، في نقط 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 صغيره واخده الصبغه بشده، تمام؟ وهقول لك برضو صفاته ايه لما نروح عنده بالتفصيل. الزيجوتين وهو الدور الازدواجي، بتقف فيه الكروموزومات الشبيهة جنب بعضها استعدادا للانقسام، زي ما كنا استعدادا للعبور الوراثي، سوري، زي ما كنا بنشرح في الميكانيزم بتاعة الميوزي. يبقى الزيجوتين هو الدور الازدواجي، بتقف فيه الكروموزومات الشبيهة جنب بعضها وتكون مين؟ الباي فيلنت او السينابتونوميال كومبلكس، اللي هو المعقد الملتصق، يعني كل اتنين كروموزوم يبتدوا يقربوا من بعض جامد جدا 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 ويرتبطوا تمهيدا لحدوث العبور الوراثي. يليه رقم ثلاثة الدور الضام، اسمه الباكيتين. الباكيتين هو الدور بقى اللي بيحصل فيه العبور الوراثي ولكن مش بنشوفه، بنشوف شلة خيط كده وفيها النوية بس هي اللي باينة، لكن الباكيتين نتيجة الالتصاق اللي حصل في الزيجوتين بيبتدي بقى ايه، يحصل الاكسكشينج ما بين النون سيستر كروماتيدز. الدبلوتين الدور الانفراجي، بيبتدي بقى بعد حدوث العبور الوراثي تبتدي الكروموزومات ايه، عايزة تفك بقى خلاص، يعني كل واحد ياخد حتته ويمشي، فيبتدي يزق الكيازمة اللي هي الاثر بتاع حدوث العبور الوراثي، يبتدي يزقها 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 ويمط في الكروموزوم كده، فيظهر الكروموزوم على انه ضفيرة، يعني مربوطة في مكان ومكان لا، مربوطة في مكان ومكان لا، تخيل معايا، لانها مش كيازمة واحدة، هيبقوا اكتر من كيازمة على طول منطقة الالتصاق، صح؟ ففي كيازمة في الحتة دي وكيازمة بعدها كيازمة بعدها كيازمة بعدها، يبتدي الكروموزوم عمال يزق فيها يزق فيها يزق فيها، نتيجة الزق ده عمال يطول، ويبقى في اماكن الكروموزوم بعيد فيها واماكن مرتبط فيها في حرف اكس، كأنها ايه؟ ضفيرة. علشان كده بيسمى الدور الانفراجي، علشان الكيازمات بتحاول تنفرج، تحاول تزق من بعضها علشان خاطر كل واحد ياخد الجزء اللي هو خده ويبعد بقى ويحصل الانقسام. اخر دور اللي هو التشتتي، بيكون خلاص كل الكيازمات اتفكت واتزحلقت وخرجت للاطراف وما بقاش فيه كيازمات خلاص، الكروموزوم بيبتدي يتحلزن ويقصر ويبان كأنه كروموزوم او نقطة سودة كده في وسط الخلية، وبعد كده الخلية تبتدي تدخل في ايه؟ في الميتافيز. تفصيلا، الليبتوتين the interface chromatin material begins to condense and the chromosomes though still extended become visible along each chromosome are chromomeres localized condensations that resemble beads on a string. يعني ايه؟ يعني الليبتوتين زي ما انت شايف في الصورة اللي فوق دي صورة لايف فعلا، ولكن تحت الميكروسكوب الضوئي ما بتظهرش، بنشوف اول ثلاثة فيزز كأنهم حاجة واحدة، يعني اللي غير متمرس في الموضوع ما يقدرش يفرق ما بينهم. علشان كده لما بنختبرك فيهم كطالب لسه الأول مرة بتاخد الكلام ده، ما أقدرش أجيب لك ولا الليبتوتين ولا الزيجوتين، لأن هتشوفهم الاتنين كأنهم باكيتين، كأنهم الدور التالت بتاعهم، فمش هتعرف تفرق ما بينهم، تمام؟ إلا بالممارسة المستمرة. وكمان ما بيظهرش بسهولة تحت الميكروسكوب الضوئي، محتاج ميكروسكوب إلكتروني. المهم، يبقى الليبتوتين ده لما نشوفه تحت الميكروسكوب الإلكتروني بوضوح كده هنشوف فيه إيه؟ هنشوف عبارة عن شلة خيط، ولكن شلة الخيط دي محببة،
بالمعنى الحرفي محببة، يعني عندها حبوب، عندها كور صغيرة كده هتلاقيها غامقة قوي عن بقية الأماكن التانية قبل الصبغة بشدة. ايه الكور الصغيرة دي؟ اسمها الكروموميرز. ايه الكروموميرز؟ ايه الكروموميرة دي؟ عبارة عن منطقة من الدي ان ايه متحلزنة بشدة. ليه بيعمل كده؟ لان الكروموزوم محتاج ان هو يتحلزن، فبداية عملية الحلزنة بتكون فين؟ في الليبتوتين. فاكرين الكوندنسيشن اللي قلنا عليه ان الدي ان ايه يلف حوالين الهيستونز والكلام ده لحد ما يكون الشكل الكروموزوم المعروف اللي هو ذراعين وسنترومير والكلام ده، هو لسه لحد دلوقتي شالت خيط، فبيبتدي يتحلزن من الدور ده. فبتلاقي الدور ده بيظهر كأنه شالت خيط، وشالت الخيط دي فيها ايه؟ الكروموميرز دي، واضحة تماما. يبقى دي بداية حلزنة الكروموزوم. الزيجوتين زي ما قلنا مع الحلزنة دي كمان بيترتب الكروموزومات الزميلة علشان تبتدي الطابور بقى وتقف جنب بعضها. يبقى الزيجوتين او الدور الازدواجي. Once the homologue pairs the synapse they are called tetrads. Each has four كروماتيدز. يعني ايه؟ يعني كل كروموزوم هومولوج لاخوه بيقفوا ويترتبوا جنب بعض، كمان مع عملية الحلزمة اللي كانت بدأت في الدور اللي قبله. ونتيجة لان كل هومولوج عبارة عن اتنين كروماتيدة، لان حصل قبله انترفيز، صح؟ مرنا بالاستفيز اللي ضعيف فيها الكروموزوم. فنتيجة لان كل كروموزوم اتنين كروماتيدة، بقى اتنين كروماتيدة واتنين كروماتيدة كلهم على بعض كام؟ كام كروماتيدة؟ اربعة. علشان كده بيسمى في الكيس دي وحدة ثنائية، ولكن مش اتنين بقى، لا ده رباعية. تمام، بقى فيها اربع كروماتيدات called tetrads. tetrads يعني رباعي. ونتيجة لاقتراب الكروموزومات دي بيحصل العبور الوراثي في الدور اللي بعد اللي هو الباكيتين. الباكيتين بيحصل فيه العبور الوراثي نتيجة اقتراب الكروموزومات من بعضها في الدور اللي فات اللي هو الزيجوتين. فكلهم قربوا من بعض وابتدى يحصل العبور الوراثي بقى، لدرجة ان انت مش شايف خيطين بقى ولا اربع كروماتيدات، لا ده انت شايفهم تقريبا كأنهم خيط واحد ولافف لافف لافف لافف، عشان هو مش كروموزوم واحد، هم كتير. تمام، جوه الخلايا. الباكيتين زي ما قلنا بيتميز بايه؟ بيحصل فيه العبور الوراثي. بيظهر ازاي تحت الميكروسكوب؟ شلت خيط فيها فراغات كتيره زي الصوره اللي انت شايفها دي، ولكن فيها كره كبيره قوي وقبل الصبغه بشده. دي النويه مش الكرومومير. الكرومومير بتبقى حبيبات صغيره على طول الكروموزوم علشان تبتدي حلزنه، لكن النويه ده تركيب موجود جوه النواه عباره عن انواع من الار ان ايه كومباكتد مع بعضها، بتحتاجها الخليه في مراحل معينه من حياتها وبتحللها. هي دلوقتي مش محتاجاها فما ابتدتش ايه تحللها. تمام، يبقى الباكيتين عباره عن اتش باي فالنت كونتينز فور كروماتيدز ار كولد. الفور كروماتيدز دول بقى بنتك تاني على حته ايه؟ السيستر والنون سيستر. شايف في الصوره اللي تحت السيستر كروماتيدز هم انهي؟ بتوع نفس الكروموسوم، لكن لو واحده من هنا وواحده من هنا بنقول عليهم ايه؟ نون سيستر كروماتيدز. تاني، بعد ما الهومولوكس ابتدوا يالاين مع بعض حصل الكيازما، العبور الوراثي اهو، حصل الكروسنج اوفر ونتيجته او الاثر السيتولوجي بتاعه هو حرف الاكس اللي كنت بقول لك عليه في الكروموزوم اللي في النص ده ما بين الازرق والاحمر، ده الكيازما. دي الاثر السيتولوجي نتيجه حدوث العبور الوراثي. وبعد كده بيبقى الناتج بتاعي عندي اتنين كروموزوم ليهم كروماتيدة أصلية وكروماتيدة حصل فيها الإكسكشينج، فبنقول على اللي بره دول نون ريكومبيننت، يعني غير معاد ترتيبهم، اللي بره اللي ما حصلش فيهم حاجة، لكن اللي جوه اللي حصل ما بينهم التبادل بنقول عليهم إيه؟ ريكومبيننت، يعني يعني تم إعادة إيه؟ تركيبهم الوراثي. الدور الرابع هو الديبلوتين او الدور الانفراجي. بص كده على الصوره اللايف اللي فوق دي والصوره اللي تحت من الميكروسكوب الالكتروني، هتلاقي شكل الضفيره اللي كنت بقول لك عليه. ليه ضفيره؟ لان خلاص العبور الوراثي حصل في الباكيتين وتم اللي تم، عايزين بقى نزحزح الكيازمات دي لفوق ونفكها عشان كل واحد يروح يشوف حاله بالماده الوراثيه اللي خدها، صح؟ صح. فيبتدي الكروموزوم يزق الكيازمات دي لفوق ناحيه الاطراف، كل ما يزق اكتر كل ما تظهر حروف الاكس اكتر ويظهر الكروموزوم كانه ضفيره قدامي، يعني كل اتنين كروموزوم مع بعض ماسكين في بعض
بيظهروا كأنهم ايه بشكل الضفيرة بالظبط، عشان كده سمي الدور الانفراجي لان بيحصل انفراج للكيازما. As the blotting progresses this initially fused non-sister chromatids begins to separate from each other. At each such crossover site the two strands form an X-shaped structure called a chiasma. The chiasmata then begins moving towards the end of the chromatids. يبقى في الدور ده بتبتدي الكيازما تبتدي تنحدر وتنفرج ناحية الأقطاب أو الأطراف بتاعة الكروموزوم، وبالتالي نتيجة الزحزحة دي بيظهر الكروموزوم عنده حروف X متتالية مكونة شكل الضفيرة. يبقى هشوف إيه تحت الميكروسكوب؟ هشوف من أول الباكيتين الدور الضام، هشوف الكورة الكبيرة اللي هي النواية وشلة الخيط، بعدها اشوف مين الديبلوتين اللي هو الانفراجي شكل الضفيرة بتاعة الكروموزومات دي، والكروموزومات بتبقى لسه طويلة لان لسه حلزانتها ما اكتملتش. الدور الاخير في البروفيز 1 هو الدايكاينيزيس، الدور التشتتي. الدور ده بيتميز انه خلاص الكيازمات انفرجت وراحت لنهاية الكروموزوم، كمان حلزانة الكروموزوم اكتملت، فبالتالي الكروموزوم بيبقى متحلزن جدا، بيبقى اقصر جدا، بيبقى اسمك من الاول لانه خلاص الحلزانة بتاعته اكتملت، النوية كمان بتختفي، الغلاف النووي بيختفي. والدور ده بيتميز بميزة مهمة جدا او له تطبيق مهم جدا، ان في الدور ده بنقدر نعد الكروموزومات باريحية، نقدر نشوف العينة بتاعتنا دي فيها كام كروموزوم باريحية. يعني انت قدامك في الصورة اللي تحت قادر تميز الخلية دي فيها كام كروموزوم، صح ولا لأ؟ وده بيسمى الدور التشتتي. يبقى بقدر اعد الكروموزومات فين؟ في الدور التشتتي بالنسبة للميوزي. طب في الميتوزي بقدر اعدها فين؟ مين الدور اللي بتبان فيه الكروموزومات متحلزنة ومرصوصة جنب بعضها او ورا بعضها؟ أيوة في الميتافيز، برافو عليك. يبقى الميتافيز هو دور قصير وسريع، في الميتوزي بقدر أعد فيه الكروموزومات. الدايكاينيزيس الدور التشتتي هو دور قصير برضو وسريع، وبتكون الكروموزومات فيه سميكة وبقدر أعدها، ولكن ده خاص بالميوزي. يجي بقى الميتافيز 1 اللي كنا لسه بنتكلم عليه بتاع الميتوزي، بس المرة دي بتاع الميوزي بقى. بقدر برضو اعد فيه الكروموزومات، ولكن الدور الاصلي في عد الكروموزومات الخاص بالميوزي هو التشتتي، اوعى تنسى دي، تمام. يبقى الميتافيز 1 بيحصل في نفس الكلام برضو، انه بتصطف في سنتروميرات الكروموزومات في مستوى استوائي للخلية. The centromeres of pairs of homolog chromosome the bivalent become arranged on cell equator. Spindle fibers from one pole of the cell attach to one chromosome of each pair seen as sister chromatids, and spindle fibers from the opposite pole attach to the homologous chromosomes. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لك الميتافيز 1 بيحصل فيه حاجتين اساسيتين، ان الكروموزومات بيحصل لها ري ارينجمنت بس من خلال السنتروميرز، لان الكروموزوم الاذرع بتاعته زي ما قلنا ايه بتتحرك، مش ممسوكه مش ثابته. فليه؟ لان حواليها سيتوبلازم، هي عايمه فيه، مش سيتوبلازم اللي هو يعني الى حد ما دخل جواها، لان خلاص الانفلوب اللي حصل له اتحلل في التشتتي، فهي خرجت كده جوه الخليه، فده يعني خلاص بقى حواليها الفلويد موزايك سيتوبلازم ده، وبالتالي ما بتبقاش ثابته بتتحرك. مين بقى اللي بيترص ويبقى ثابت وقوي كده واخد وضعه؟ السنترومير بتاع الكروموزوم، فيبتدوا يترصوا طابور ايه ورا بعض. دي اول صفه. تاني صفه الخيوط المغزل بي 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 بتظهر بقى، هي ابتدت تكوينها في البروفيز ولكن بتظهر هنا في الميتافيز وتروح توصل لحد السنترومير بتاع كل كروموزوم وتستعد انها ايه تمسك فيه علشان تشده. نيجي في الانافيز 1، خلاص خيوط المغزل مسكت في السنترومير كويس جدا، وابتدت بقى تشد شكل الصوابع اللي انت فاكره ده، بس الانفصال هنا ايه يا حلوين؟ كروموزومي. كل كروموزوم شبيه بيروح في قطب، مش كانوا مرصوصين اللي شبه بعض جنب بعض واقفين طابور؟ لا، كل كروموزوم شبيه هنا هيروح لقطب. انفصال كروموزومي، انفصال اختزالي، انفصال غير متساوي. كل كروموزوم بيتعد
او بيختزل عدده للنصف، يعني كل مجموعة كروموزومية بيختزل عددها للنصف، بيبقى فوق في ان وتحت في ان من الكروموزومات. التيلوفيز 1 كل مجموعة كروموزومات انفصلت في قطب بتبتدي بقى تعمل العادي بتاع التيلوفيز، ترجع تكون غلاف نووية، ترجع تكون نواة، يحصل لها ريلاكسيشن الى حد ما علشان ما تبقاش يعني كوندنسد اكتر. العادي بتاع التيلوفيز جوه نفس الخلية بيبقى عندي ايه؟ نواتين. السيتوكاينيزس خلاص بقى معروف، بعد التيلوفيز بعد الانقسام الاولاني بيحصل انقسام خلوي، صح كده؟ طيب هنا بقى النباتات او بالشغل على النباتات بصفة خاصة انقسمت لنوعين. لو بنشتغل على ليجيومز على بقوليات بيبقى السيتوكاينيزس بيحصل بشكل، وفي الحبوب بيحصل بشكل اخر. في الليجيومز في البقوليات ما بيحصلش سيتوكاينيزس بعد الكاريوكاينيزس الاولاني خالص، وفي الحالة دي الخلية لما بيكون فيها اتنين نواة ومش حاصل فيها سيتوكاينيزس بنقول عليها تيلوفيز 1 عادي، تمام؟ لان لسه ما حصلش سيتوكاينيزس ومش هيحصل، هيدخل على طول في الميوز التاني. لكن في السيريال اللي هي الحبوب او النجيليات بيحصل سيتوكاينيزس بعد ايه؟ الميوز الاول. واول ما بيحصل الانفصال ده زي ما انت شايف في الصورة اللي على الشمال اللي على اليمين سوري، هتلاقي الخلية انقسمت الى حد ما نصين، يعني الى حد ما بقوا اتنين خلية مش خلية واحدة، وفي الحالة دي بنقول عليه داياد ثنائي، ما بنقولش عليه تيلوفيز 1، لا بنقول عليه داياد. يبقى اول ما اشوف الشكل بتاع خلية وفيها نواتين من غير انفصال ده تتراد، ودي ايه؟ دي ليجيومز، ده نبات بقولي، بعرف النبات من هنا. لكن لما الاقي خلية فيها نواتين وفيها خط فاصل من النص، لا يبقى ده تيلوفيز وحصل بعده سيتوكاينيزس، يبقى النبات ده ايه؟ ايوه نجيلي. كده فهمنا؟ لان احيانا ممكن يجي لي صوره ويطلب مني الانقسام وتتعرف عليه وكمان تذكر نوع المحصول، لانه نوع المحصول هعرفه من الحته دي. لو لقيت تيلوفيز بس يبقى ده بيحصل في البقوليات، لو لقيت الدياد اللي قدامي على اليمين ده يبقى ده بيحصل فين؟ في النجيليات. طيب يعني ايه بقوليات ويعني ايه النجيليات؟ البقوليات زي الفول والعدس واللوبيا والفاصوليا والكلام ده. النجيليات زي مين؟ زي الذره والقمح والشعير والرز والحاجات الحلوه دي، تمام؟ الميوز الثاني، الميوز الثاني اللي بيحصل فيه نفس الميتوزي بالظبط. عارف الميتوزي اللي احنا خدناه المره اللي فاتت؟ هو ايه؟ الميوز الثاني بيحصل فيه بروفيز 1، برضو بترجع الكروموزومات اللي اندمجت وتكون لها غلاف، دي الغلاف يختفي والكروموزومات تتحلزن والنواه تبتدي تختفي وخيوط المغزل تبتدي تختفي. نروح للميتافيز 1، احنا بادئين من الصوره من فوق على الشمال، البروفيز 2، تمام؟ يبقى البروفيز 2 الكروموزومات مالها؟ عمالة تتحلزن وخيوط المغزل ابتدت تتكون اهي، ومفيش غلاف نوية، مفيش غلاف نواة، مفيش نوية. الميتافيز 2 تبتدي تتراس السنتروميرات ورا بعضها زي ما انت شايف في الصورة. الانافيز 2 تبتدي تنفصل، مين بقى هنا المرة دي؟ الكروموزومات الشبيهة. ما خلاص الكروموزومات الشبيهة انفصلت وخلصنا، زي ما انت شايف كده جوه الدايرة دي الكروموزومين اللي موجودين دول مش شبه بعض اصلا، فخلاص الكروموزومات الشبيهة كده كده انفصلت، اللي موجودين كلهم مختلفين عن بعض، تمام؟ يبقى مين هيحصل بقى له انفصال المرة دي؟ الكروماتيدات زي ما انت شايف في الصورة. كل كروموزوم بيتكون من اتنين كروماتيدة، يبقى كروماتيدة تروح في قطب وكروماتيدة تروح في قطب، وبالتالي هنا انفصال كروماتيدي يعني انفصال غير اختزالي، يعني انفصال متساوي زي اللي بيحصل في الميتوزي بالظبط. وبعد كده نروح للتيلوفيز 2 اللي بتنفصل فيه كل كروماتيدة عن الأخرى علشان تكون نواة وتقوم بدورها ككروموزوم. الله، أمال فيها اتنين ليه هنا؟ عشان دول كروموزومين مختلفين وكروماتيدتين مختلفتين، حاجة مجازا كده، بدل ما أجيب لك كروماتيدة واحدة، يعني بدل ما يبقى في صورة فيها كروماتيدة واحدة فجايبين اتنين كروموزوم شغالين عليهم على اعتبار إن هما المجموعة الكروموزومية الكاملة يعني. البروفيز تفصيلا بيحصل فيه ايه؟
هقول لك، فاكر حكاية الدياد والتيلوفيز اللي كان اتكون بعد السيتوكاينيزس، بعد بعد الميوز الاولاني، كانت من كام شريحة كده؟ ايوه بالظبط. يبقى بعد الميوز الاولاني لو كنا في الليجيومز مش هيحصل ايه؟ سيتوكاينيزس. لو كنا في الحبوب هيحصل سيتوكاينيز زي ما احنا شايفين كده في الصورة اللي على اليمين. طيب دول النواتين اللي اتكونوا دول لما يدخلوا في البروفيز 2، هتلاقي النواتين دول بدل ما كانوا كومباكتد وقابلين الصبغة بشدة وحجمهم صغير، لا ابتدوا بقى ايه اهو تظهر ما بينهم فراغات. شايفها؟ شايف الفراغات دي؟ شايف اللون الابيض ما بين اللون الاحمر واللون الابيض ما بين اللون الاسود في الصورتين اللي قدامك؟ هي دي الفراغات اللي بتدل على ان احنا تحولنا من التيلو فيز 1 الى البرو فيز 2. طيب يعني ايه برضو؟ يعني الغلاف ابتدى يتلاشى اهو، مفيش حاجة، مفيش دايرة متصلة حوالين المادة الوراثية اللي انا شايفها. مفيش نوية، مفيش تركيب واخد الصبغة بشدة كده، كورة كبيرة كده في النص. الكروموزومات ابتدت تتحلزن. عرفت منين؟ لان ابتدت تقصر وتتخن، وبالتالي المسافات اللي ما بينها تظهر، لانه حجم الكروموزوم بيصغر يعني بيندمج. تمام؟ فده الشكل اللي بشوفه تحت الميكروسكوب، ودي السمات بتاعته. الميتافيز 2 خلاص الكروموسومات ظهرت بقى، فهتلاقي في الصورة ايه؟ في كل قطب من اقطاب الخلية سواء كنا انليجيومز او انسيريال، هتلاقي الكروموزومات تبتدي تترص ورا بعضها. الشكل الطابور ده عارفه؟ اي نعم مش بالظبط عشان اذرع الكروموزومات عايمة في السيتوبلازم، ولكن السنترومرات الى حد ما واقفة ايه؟ ورا بعضها. يبقى الميتافيز 2 برضو بتصطف في سنترومرات الكروموزومات كلها في مستوى استوائي للخلية، الكروموزومات بتاعة السيستر كروماتيتس بقى. تمام؟ الانافيز 2 بيحصل بقى انفصال كروماتيدي اللي كنا بنقول عليه، كل كروموزوم متكون من 2 كروماتيدة، فكل كروماتيدة تروح ايه؟ في طرف. تمام؟ لما كل كروماتيدة تروح في طرف يبقى ده بنسميه انفصال كروماتيدي، يعني انفصال متساوي، يعني انفصال اللي هو الانفصال اللي بيحصل في الميتوز العادي. تمام؟ علشان نكون 4 انوية. بعد كده كل مجموعة كروماتيدات مع بعضها هتكون نواة طبيعية. تمام؟ الليجيومز اللي بيحصل بقى بيبتدي من هنا بعد الانفصال، بعد التيلوفيز 2 يبتدي يظهر السيتوكاينيزس. يعني السيتوكاينيزس ما بيحصلش في الليجيومز بعد الميوز الاول، بيحصل بعد الميوز الثاني، لكن في الانسيريال او في السيريال بيحصل في الميوز الاول وبيحصل في الميوز الثاني. تمام؟ بيبتدي بقى ايه بعد التيلوفيز؟ ان خلاص كل نواة ابتدت تتكون وتكون شكل النواة الطبيعية. الكروموزومات هتبقى ريلاكسيشن لدرجة انها من كتر ما هي شلت خيط كتيرة مفرودة كده انا مش شايف الفراغات اللي ما بينها. تمام؟ الى حد ما الدايرة متصلة، ابتدى يتكون غلاف النواية، ابتدت تتكون النواية عشان تأهل نفسها ان تبقى جميطة كاملة. زي ما قلت لك بيحصل السيتوكاينيزس في الحبوب مرتين، مره بعد الانقسام الاول ومره بعد الانقسام الثاني. اما في الليجيومز بيحصل السيتوكاينيزس مره واحده بعد الانقسام الثاني فقط، وفي الحاله دي بنسمي الشكل اللي قدامي ده مش تتراد بقى، مش تيلو فيز 2 بقى، اول ما بيحصل انقسام السيتوكاينيزس بسميه تتراد دور رباعي. يبقى الاربع خلايا اللي قدامي دول في الصوره اللي على الشمال بقول عليها ايه؟ تتراد. والاربع خلايا اللي في الصوره على اليمين بقول عليها تتراد. لايه؟ ليه؟ لان ده ما بقاش تيلوفيز خلاص، ما بقتش خليه واحده، ده انقسموا لاربعه. خلاص حصل انقسام سيتوكاينيزس، يعني حصل انقسام خلوي. اول ما يحصل انقسام خلوي خلاص بقى ما بقولش عليه تيلوفيز 2، يعني دور تيلوفيز ثنائي، لا بقول عليه تتراد دور رباعي. ريفيجن على السريع كده، الميوزي بينقسم لايه؟ بينقسم لميوزي اول وميوزي تاني. الميوزي الاول هو اللي بيحصل فيه انفصال كروموزومي اختزالي، الميوزي التاني ما هو الا ميتوزي طبيعي خالص لزياده عدد الجاميطات مش اكتر. الميوزي الاول بينقسم لايه؟ لاربع ادوار اساسيه، بروفيز 1، ميتافيز 1، انافيز 1، تيلوفيز 1. طيب البروفيز 1 بينقسم لايه؟ لخمس ادوار اساسيه، باكيتين زي ما احنا شايفين في الصوره اللي على الشمال، ديبلوتين، دايا كاينيزس.
ثواني، في دورين قبل دول ما حطيناهمش في الصوره، لان زي ما قلت لك انت مش هتشوفهم، مش هتعرف تميز ما بينهم وما بين الباكيتين. يعني في دورين قبل دول كان اسمهم ليبتوتين وزيجوتين، مش هتشوفهم تحت الميكروسكوب، لان بغير الممارسة اللي محتاجة وقت طويل وتدرب عينك عليها مش هتعرف تفرق ما بينهم وما بين الباكيتين. يبقى اي شلة خيط وكرة كبيرة قول عليها ايه؟ باكيتين. مع انك لو ركزت هتلاقي فيه حبوب 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 اللي بتميز الليبتوتين اهي موجودة لسه، ولكن بالنسبة لك اي دور في هذه الصورة هيبقى باكيتين. هنبدأ معاك من الباكيتين لان الدورين اللي قبل كده محتاجين ممارسة زي ما قلت لك. يبقى البروفيز هو 5 ادوار، لكن اللي هيجي منهم كصورة او تحت الميكروسكوب هما 3 ادوار بس: الباكيتين، الدبلوتين، الدايكاينيزس. بعد ما بيخلص البروفيز 1 بندخل في الميتافيز 1، الانافيز 1، التيلوفيز 1 زي ما احنا شايفين في الصور اللي قدامنا دي. خلصناهم ندخل في الميوزي الثاني اللي هو عبارة عن ايه؟ برو 2، ميتا 2، انا 2، تيلو 2. تمام. البرو 2 زي اللي قدامك، بتلاقي ان النواتين اللي في الخلية ابتدت تظهر ما بينهم فراغات، وحجم حجم النواة كبر، ما بقاش في غلاف، اختفت النوية. الميتافيز 2 بتصطف سنتروميرات الكروماتيدات او الكروموزومات في مستوى استوائي الخلية. الانافيز 2 بيحصل انفصال كروماتيدي يعني متساوي، بتك عليها اكتر من مرة اهو. بعد كده التيلوفيز 2 في الليجيومز بيحصل بقى، بيبتدي اول شريحة كده يحصل ايه؟ اول انقسام اهو، وبعدها بيحصل الانقسام التاني عشان يدينا 4 انوية. لكن كده كده في الحبوب كان حاصل انقسام من الاول، فبسرعة بيحصل لها انقسام تاني سريع علشان تكون لنا ال4 خلايا اللي بنسميهم التتراد في الحالة دي. يبقى قبل حدوث الانقسام السيتولوجي ما بنقولش عليها تتراد، بنقول عليها ايه؟ تيلو فيز 2. لكن بعد حدوث الانقسام السيتولوجي بنقول عليها دور رباعي اللي هو التتراد، لانها انقسمت ل4 خلايا. خلاص هنا بقى سمري على السريع كده للميوزي. هنبتدي خلاص بقى حصل الانترفيز قبل كده، ومش هنجيبه زي ما قلنا لانه ما بيتشافش تحت الميكروسكوب، ما بتعرفش برضو تميزه ما بين الادوار، وهو دور غير انقسامي اصلا، هو دور استعداد للانقسام. تمام. يبقى اول صورة على الشمال فوق خالص كده هي مين؟ اول دور في البروفيز 1 هو مين؟ ايوه الليبتوتين، هتلاقي الحبوب باينه واضحه اهي. يليه الازدواجي الزيجوتين، يليه الباكيتين شله الخيط وفي وسطها الكره الكبيره اللي هي النويه، يليه الدبلوتين الانفراجي، الكيازماتا عماله تتحرك لورا لدرجه ان هي خلت الكروموزوم طويل وباين كانه شكل الضفيره. بعد كده الدايكاينيزس، الكروموزومات خلاص بقت قصيره والكيازماتا انحصرت للاخر خالص ومفيش خلاص غلاف بيحيط بالنواة، والكروموزومات اقدر اعدها عن بعضها لانها بقت سيبريتد تماما. خلص كده البروفيز 1، نبتدي في الميتافيز 1، بتصطف سنترومرات الكروموزومات في مستوى اكواتوريا الخليه. بعدين الانافيز 1 ده انفصال كروموزومي، بتنفصل الكروموزومات الشبيهه عن بعضها، وبالتالي بيحصل هنا انفصال في العدد، اختزال للعدد، نص الكروموزومات يطلع فوق ونص الكروموزومات ينزل تحت. بعد كده التيلوفيز 1، التيلوفيز 1 ده عباره عن كل مجموعه كروموزومات بتبتدي بقى ايه؟ تندمج مع بعضها، وبتبتدي يتفك حلزانتها وتكون نواة طبيعية ليها غلاف وليها نوية وحجمها صغير واخدة الصبغة بشدة. لو احنا في الحبوب هيحصل انقسام سيتولوجي عشان يدينا الضياد اللي في الصورة اللي بعدها. لو احنا في البقوليات مش هيحصل الكلام ده، يعني مش هلاقي دور الضياد معايا. تمام. ندخل بعد كده في البروفيز 2، ده مش متقسم ل5 مراحل ولا حاجة، ده الدور لوحده بيعدي على طول. بيحصل فيه بقى كل اللي بيحصل في الميتوز العادي، يعني من اول البروفيز 2 ده انا كده ميتوزي عادي. يبقى ترجع تتفك حلزانة، ترجع تتحلزن الكروموزومات سوري، ويرجع الغلاف بتاع النواية يختفي، وتبتدي تتكون خيوط المغزل، وتبتدي النواية تتلاشى. بعد كده الميتافيز 2 ترتص، او ترتص، شفتوا ترتص دي؟ تصطف سنترومرات الكروموزومات في مستوى استوائي للخليه، كل مجموعه كروموزوميه بتصطف كده تقف طابور ورا بعضها.
بعدها يليها الانافيز 2، وده انفصال كروماتيدي، ده انفصال متساوي زي اللي بيحصل في الميتوز العادي. بوزع المادة الوراثية بتاعتي من دون اختزال، لانها خلاص بقت سيستر كروماتيدز، كل كروماتيدة بتقوم بدور الكروموزوم العادي. بعدين بتتكون النواة، خلاص كل مجموعة كروماتيدات مع بعضها بتكون نواة، بتكون غلاف، علشان يسمى في الحالة دي تيلوفيز 2. لو احنا في البقوليات هيحصل اول انفصال او اول انقسام سيتولوجي، لو احنا في الحبوب هيبقى تاني انقسام سيتولوجي، علشان اول ما ينفصلوا لاربع خلايا بقول عليه ايه بقى، مش تيلوفيز 2، بقول عليه تتراد. تمام كده، ودي الريفرنس بتاعتنا. في النهاية شكرا جزيلا.